السلام عليكم، رجعنا لكم مرة ثانية بواحد السؤال اللي هو مهم واللي كيتسألوا عليه جميع يعني الناس، وخاصة يعني المكونات ديال الجسم. فالجسم دائما كنعرفوا يعني الهيكل ديالو، هناك عظام هناك عضلات. فاليوم الحديث ديالنا غيكون على العضلات. فكتعرفوا بأن العضلات كتختلف، لأن العضلات ديال الأطراف السفلى كتختلف من ناحية الحجم ومن ناحية المتطلبات القوة ديالها، وكذلك العضلات ديال الأطراف العليا اللي منها ديال اليدين وكذلك ديال الظهر وديال البطن. فكل العضلات عندها واحد النظام ديال التدريب من أجل التقوية ديالها. فالنظام اللي هو معروف على مستوى النشاط الرياضي اللي كيسهروا عليه الإخوان في التدريب اللي هو كيتسمى سيركوي ترينينغ، هذا واحد مجموعة من الحلقات كدار، واحد من مجموعة من المحطات الرياضية كدار وكتكرر بتكرارات متكررة اللي كيمكن تقوي. وبالتالي كاينة هاد الحركات اللي كتقوي العضلة، إما بالحمل أي واحد الوزن كيكون خارجي أو حمل ديال الجسم، أو لا كتكون يعني ثابتة. فبالتالي بأن اللي كتقوي العضلات أكثر وهي كما نقولوا إلا كنتي متمرس ومتدرب راه هي القوة القصوى، تدريب بطريقة القوة القصوى. ولكن هناك التدريبات ديال تطوير العضلة وزيادة من الحجم ديالها فكتطلب، ولكن هاد العضلات هادو كيمكن لينا نتحدثوا عليهم، لأن على تختلف على حسب السن وعلى حسب الجنس وعلى حسب المراحل النمو ديال الأطفال. فالعضلات عند الرياضي مثلا في مرحلة المراهقة تختلف على مرحلة الطفولة على مرحلة الشباب، وهناك تقوية العضلات اللي كتكون ديال المنافسة، هناك ديال غير المنافسة. ولكن احنا في رمضان انا اتمنى من المشاهدين انهم يعرفوا ويكونوا واعيين انهم يديروا حركات اللي هي بسيطة ومركزة وصحيحة في الوضع ديالها، لأنها حتى لا نؤثر على توازن، وبالتالي أن يوقع لنا مثلا تشنجات عضلية قريبة. ولهذا علاش طلبنا احنا دائما وكنطلبوا دائما خصنا واحد المدة ديال التكيف ديال التدريب بشوية مع الأيام ديال رمضان، يوزع الإنسان ثلاث أيام الأولى ما يديرش واحد المجهود ويبقى غادي طالع تدريجيا إلى غاية الأيام الأخيرة، وبالتالي يمكن أنه نلقى واحد العضلة تناسب يعني مع شهر رمضان إن شاء الله بواحد المنسوب اللي يكون ما يأثرش على الصحة وكذلك ما يرهقش الإنسان في الصيام دياله. وشكرا لكم، متمنى إن شاء الله نشوفكم في حلقات يعني مقبلة في سلسلات ديال الوعي والتحسيس الرياضي.